أمي كانت بطلة قومية، عبد الناصر كان عاملها بطلة قومية، دي شهدت معاه، طلعت الناس دي متآمرين بعد النكسة كمان. ونقل على شهادتها اتحبسوا، يعني حبستهم بالظبط، حبستهم. فلازم لما يطلعوا من السجن يدوروا عليهم تاخدوا منهم. نعم يا فندم. وخصوصا ان هم طلعوا بقوا وزراء وبقوا حاجات كبيرة في الحكم كمان، مش حتى طلعوا بقوا ناس عادية. فلازم فعلا تعيشوا. ممكن يكون ما حدش أذانا أذية مباشرة، بس التهميش، الإفقار، إبعاد العزل، دي كلها حاجات شفناها. حصل مضايقات في شغلكم في أعمالكم يعني؟ انا عارف ان إلهامي بيشتغل برضو جيتاريست مشهور وكده، لقى شغل في مصر وحياتك لقيت شغل في مصر؟ إلهامي، شوفي اقول لحضرتك حاجة، إلهامي دار الأوبرا المصرية والسيدة وزيرة الثقافة، الصراحة علشان هو راجل أصله فنان عازف جيتار على مستوى عالي قوي، فما قدروش ان هم يعني الا ان هم يحترموا انه يبقى له حفلتين كل سنه في دار الاوبرا، واحده في دخول الصيف وواحده في دخول الشتاء، ومع ذلك والحفلات الحمد لله بتبقى ناجحه ويبقى في عليها اقبال، بس انت عارفه طبعا الاوبرا بيبقى ليهم نظام خاص بيهم يعني. وانا افكر ان حد برنامج يستضيفه اخو عمر اللي بيعزف جيتار زي اخوه ده، ولا بيحيي مثلا اغاني اخوه ولا حاجه، ومع انه الجيتار ده اله مهمه جدا، ولما يبقى فيه مصري جيتاريست على مستوى عالي. السادات لعب اللعبه دي قبل كده، اخد الجيتار معاه كام ديفيد، وجيمي كارتر اقسم لك يا فندم ان هو بيسال على عمر خورشيد لحد يومنا هذا. فنان عظيم عمر خورشيد. نعم. يعني هو عمل مجد الجيتار، يعني الآلة دي ما كانتش موجودة زي كل آلة، لكن عمل لها كده حاجة، حالة خاصة ليه. أكيد أكيد أكيد. الله يرحمه. عندكم مين تاني وارث الموهبة دي غير إلهامي؟ حد تاني في العيلة؟ في العيلة أنا عندي طبعا، أنا هاوي، بص الجيتار بالنسبة لي هواية يعني أنا مش دي شغلتي يعني. بس أنا عندي ولدين، ابني بيمثل اسمه عمر خورشيد، اللي هي مامته تبقى علا رامي. ايوه تمام. كنت صغير يعني زمان، واتجوزنا وخلفنا عمر ده. وعندي بقى دلوقتي كمان ابن تاني اسمه حسن، هو بيعمل اخراج، بيخرج وبيعمل مونتاج على جبت له ايديتنج يونت، وحده مونتاج، بيعمل اغاني الراب. الراب استوديو معايا. هبقى عايز افرجك على الشغل بتاعه. يا ريت. تمام. وبرضه عايزين اللقاء ان شاء الله مع استاذ الهامي ان شاء الله، هو موجود في الدرج دلوقتي؟ الهامي موجود. والله بكلمه بقالي 3 ايام يا عم، الهامي تعالى مش بيرد عليا. سمعنا بقى كتير من عمر خورشيد اتجوز كتير، هو فعلا اتجوز كام مره بقى؟ جوزات الحقيقه؟ لا، اول واحده كانت امينه السبكي، كانت في الزمالك جارتنا. جارتنا في الزمالك. وبعد كده مرقة امين. ودينا لما جه لبنان واتعرف عليها في لبنان. دي الاشاعات بقى اللي كانت دايما بتلاحقهم من الستات والبنات وبنت السادات وكل الكلام ده، انا عمري ما شفت واحد من الستات بتجري وراه بالطريقه دي يعني الصراحه. هو مازال مع شوك البنات لحد لو كده عمر بنات تبص تلاقيهم ماشيين وراهم زي المطربين، اللي مثلا مطرب معجبين ويمشوا وراه من مكان لمكان. عمر كان كده برضه، ياخد معاه المعجبات بتوعه من حته لحته ويمشي ورا كده. فبقول لكن انا على ما اعتقد ان هو كان انسان محترم، ما كانش عنده دناوه في الموضوع ده. لا، لانه اذا اكبر دليل على كده انه اتجوز 4 مرات. مزبوط. طب يعني واحد ده بيتجوز 4 مرات جاله وقت امتى ده؟ عشان ولا سمعنا ان هو مصاحب، ولا سمعنا ان هو مرافق، ولا سمعنا ان هو قضى ليله حمراء في حته. الله يرحمه. لا يعني كان نفسي اقابل مدام اعتماد واعرف منها ازاي استحملت تعيش 4 سنين في بيت صلاح نصر. صلاح نصر ده اللي لما هو اللي في بيتنا، هو اللي جيب بيتها، هو اللي جيب الفيلا بتاعتها وعاش معاها. ما راحتش، هو اللي بيتنا، هو اللي كان بيجي لها ويرجع تاني. يعني الاسم ده لما لحد النهارده لما بنقوله قدام اي حد لحد النهارده بحس ان هو بيترعش يعني. نعم. هي بقى عاشت ازاي 4 سنين من عمرها معايا؟ اولا كانت حلوه وصغيره. هي كانت جميله جدا فعلا، صغيره وكانت صغيره في السن.
وهو حبها فسيرها ما يعني اخد ودة معاها ما خلصش منها في يوم وليله لا يعني حاول معاها ياخد ويدي فتره طويله يعني واخد بالك ازاي وكان مستفيد اي فيلا تحت ايده ومعمل تحت ايده وفلوس وعربيات وبعدين واحد معاه فلانه والتاني معاه فلانه وكل واحد معاه واحده وهو قاعد الراجل يعني محتاج برضه حد يبقى خليل بس هو حاول ينتقم منها او يموتها كان في محاوله ان يتقلها منها بس ما نجحتش ما نجحتش هم اللي قالوا لها الكلام ده من خلال التحقيقات اللي هم عملوها لقوا في مبالغ اتصرفت على حفله كانت المفروض هتتعمل في فندق شيبرد اظن كان فيها ديفيليه رائع جدا دي كان فيها يوميها ديفيليه رائع جدا دي كانت بتمويل من المخابرات وان في الحفله دي كان هيتحط لها السم في الـ في الـ في, الـ في اي حاجه وتقع يبان انها سكته قلبيه على طول ساعتها وربنا اراد ان هي تم ان هي تفضل تنجم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد يومنا هذا وشوفي كل الناس اللي اذتها ايه اللي حصل فيهم. صحيح. من 2011 واحنا طب احنا ما اتكلمناش في 2011 طلعت واتكلمت وقالت كل حاجه حد عمل حاجه؟ هي من اول ما اتسجن بعد ثوره يناير هي عملت لقاءين مع نيشان سنتين ورا بعض بالظبط وقالت كل حاجه بالظبط حد فكر دخلت امي ثلاث مرات المستشفى ولا نقابة استثنائيين هي عضوة في النقابة أساسا هي العضوية رقم 113 غرفة صناعة السنة يعني من الخمسينات يعني دي أثر دلوقتي أمي بقت أثر أثر تاريخي دي ست أسست استوديو مكتوب في تاريخ السينما المصرية فنقابة السينمائيين ولا الممثلين ولا الموسيقيين طب أم عازف جيتار وعندها في أنا أخويا أنا عازف جيتار المفروض طب ما دي أمي طب ما دي أمي اللي هو مع أحمد سالم مؤسسين استوديو مصر استوديو صحيح تاريخ السينما ما رفعوش سماعة التليفون يكلموني ما جاتليش أي مكالمة ولا بوكي ورد ولا الكلام ده ولا أي حاجة خالص ويعني تحسي كده حتى لما تشوفي الحلقه بتاعت امبارح اللي هي الناس اللي هاجمتنا فيها دي في طيار لسه موجود عايز يخفي الحقائق في لسه صوابع عايزه تداري على الموضوع مع انه لما داروا عليه اول مره رجع اتكرر تاني مره فانت عايز تداري على ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد التسجيلات والاندر كنترول والسيطره والكلام اللي كل اللي كان بيحصل ده كانوا عايزين يطمسوا عليه اول مره لحد ما اتكرر تاني وحصل تاني وشافوه تاني وصاروا عليه تاني مظبوط فعلا بعد 30 سنه ليه عايز تداري بقى من اول وجديد؟ يمكن لسه في شويه اذناب صغيره كده وان شاء الله يعني يتم القضاء عليها اذناب صغيره صحيح يبقى. بيقولوا بقى ان فيلم عرفه اللي عمرو الكوش عمله بطولته وانتاجه وتمثيله كمان دي حكامل كمان كان بيلمح لقصه حياته والشخصيه الحقيقيه فعلا انا دفعت عن امي عشان هي دي اللي انا شايفها طول عمري انا لما امي سابت ابويا كان عندي 8 سنين او 6 سنين ولما سافرنا ونسيبنا مصر كان عندي 8 سنين بعدها بسنتين ورجعنا سنة 76 كان أبويا مات. أحمد مات أبويا 73 مات سنة 73 يعني أنا رجعت مصر بعد ما أبويا مات. مين اللي عاش مع أبويا بقى في الفترة اللي إحنا فيها كلنا ولاد اعتماد بره مصر؟ كان عمر وجهاد ولاده اللي هم اللي كانوا من حاج عواطف اللي كانت قبل أمي. فعمر وجهاد شافوا المأساة اللي عاشها أحمد خورشيد بسبب الموضوع اللي حصل ده. أنت سيبك من ماما واللي حصل لنا إحنا واللي أخدت عيالها وبيعنا حاجتنا وسافرنا وخدناها ومشينا. هو بقى حصل فيه إيه؟ هم اللي شافوا. هو لو عمر في يوم من الأيام لمح ولا كان حزين بسبب حاجة كان هيبقى بسبب الموضوع اللي أبوه اتحط فيه. ما هو أبوه زي ما هو أبويا. تمام.
تمام. انا دفعت عن امي، لكن اغفلت حاجه مهمه قوي وانا بدافع عن امي وطالب حق تعويضها او تكريمها، اغفلت حق ابويا. ما فرقش معايا اذا كان حق ابويا ولا حق امي، وحقنا احنا في الاول ولا في الاخر العيله. حضرتك دلوقتي يا استاذ ايهاب يعني بتطالب بايه؟ يعني ايه اللي يرضيك كتعويض واللي يرضي عدم اعتماد؟ حضرتك بتطالب بايه؟ عايز ايه اللي يحصل دلوقتي؟ اولا يعني والدتي بلغت من السن ارزاله يا جماعه الصراحه، وانا مش قادر اتحمل مسؤوليتها اكتر من كده. انا امي دلوقتي ممكن تخش مستشفى في اي وقت، ممكن لا قدر الله يحصل لها حاجه، هبقى محتاج ان انا انقلها مستشفى، هبقى محتاج. حضرتك عايز يكون في دعم؟ انا عايز يكون في حد معايا من الدوله في الموضوع ده. صوتنا صوت حضرتك من الاخر يعني. نقيب الثنائيين هو ما بيتاخرش ابدا ابدا. يبقى حد معايا بس لو حصل لا قدر الله بظروف ولا امور، يعني حد معايا. حاضر. اديكي شايفه السن يعني بيتقدر في السن وكده. تمام.